راجع تاني مع حضراتكم. الخبر ده خبر ايجابي جدا، حتى وان كان خبر كشف فساد، لان احنا يا جماعه ما حدش فينا بيتخيل انه مش هيبقى في تاجر فاسد، مش هيبقى في حد بيخلط، مش هيبقى في حد. اللطيف والايجابي ان احنا بنكتشف. تعالوا هعدي معاكم بسرعه على عناوين كبيره لحصاد ما حصدته الرقابه الاداريه في حصاد القمح. مثلا كشف تكدس 100 سياره على الشون، ورفضت 600 طن لانه مختلط بالحشرات والرمل. ده حاجه ايجابيه انه في 600 طن مختلطين بالحشرات ما دخلوش للمخازن او الصوامع. اختلاط روث الحيوانات بالقمح في بعض شون البحيره، ده كمان كشف فساد، ما هوش فساد بس. الرقابه الاداريه بالمنوفيه عملت حمله على صوامع توريد القمح في المنوفيه في الاقصر. يعني لو تبصيت معايا احمد كده الخبر او التفاصيل حلوه جدا. الغربيه في مخالفات على شون، في حمله مفاجاه على شون وصوامع القمح في المنوفيه. في الفيوم نفس الكلام. إذا في موسم حصاد القمح عندنا أجهزة واعية وأجهزة بتشتغل، ويعني زي ما بنشاور على الحاجات السلبية ونشد في شعرنا، نشاور على الحاجات الإيجابية ونقول الحمد لله إن في ناس بتشتغل.